podcast. MozaikFM.net. Sport Express. الستة هذه موزيك فيها. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. تشكيلة ترجي لمباراة غدوة واضحة وما فيهاش برشة تغييرات مقارنة بتشكيلة لقاء الذهاب أمام تيبي مازامبي لحساب إيابة دور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية. معاذ بشريفية باش يكون في المرمى، سامح الدربالي على اليمين، خليل شمام على اليسار، وليد الهيشري ومحمد علي بن منصور على مستوى محور الدفاع، مجدي تراوي، خالد مولي وحسين الراقد في وسط الميدان، يوسف المساكني ويوسف البلالي في الرواقين، ويانيك نجونك كقلب هجوم. الحالة المعنوية للاعبين في أحسن الأحوال والتأكيد من عند المدرب نبيل معلول في ميكرو زميلي حيدر. والله l'état les baisse alhamdoulillah je pense que psychologiquement les joueurs sont prêts pour cette demi-finale هذه حاضرين نحس فيهم معناها شاعرين بالمسؤوليه نحس فيهم انهم معناها يحبوا يمشيوا للفينال نحس فيهم انهم يحبوا يعاودوا الاكسبلوا نتاع لاني ديرنيير يحبوا يحسوا لي ميم سونساسيون اللي حسوها عام ناول صحيح انه مباراه معناها صعيبه برشا صحيح انه نلعبوا مع منافس معناها محترم جدا من احسن الفرق اللي موجوده على الساحه الافريقيه لكن الفولونتي اللي قاعد نحس فيها والروح اللي قاعد نحس فيها في لي سيونس دونترينمون قد لفور اللي قاعد نشوف فيه إن شاء الله معناها يبشر بكل خير. بمناسبة المقابلة مقابلة إياب رابطة الأبطال الإفريقية للأندية البطلة غدوة 26 أكتوبر 7 متاع العشية بالملعب الأولمبي برادس بين الترجي ونادي مازامبي الكونغولي. تعلم إدارة شرطة المرور العموم أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: أولا يحجر وقوف وجولان جميع أصناف السيارات والشاحنات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترقي شوشة رادس وود مليان بداية من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول. يكون غلق كافة أبواب الملعب ساعة قبل انطلاق المباراة، أي بعد 6 ما عادش فما إمكانية للولوج والدخول إلى الملعب. ثالثا خصص المأوى الجنوبي والمأوى الشمالي لسيارات أحباء الترجي الراديتوسي ويمكن الوصول إليهما عبر الطريق الوطني رقم 1 أو مفترق نونيو أو السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو استعمال محول الملعب. كذلك يمكن استعمال جسر رادس حلق الواد القاتين بضاحية الشمالية. رابعا خصص المأوى الشرفي من ناحية القاعة المغطاة لأصحاب المقصورات للوج ويمكن الوصول إليه عبر محول للملعب مرورا بالمدخل الرئيسي. خامسا تدعو إدارة شرطة المرور الجماهير الرياضية القاصدة الملعب إلى القدوم في وقت مبكر لتجنب الاكتظاظ المروري والوصول في ظروف مريحة، كما تؤكد على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة. أحمد الحران وحسام الحاج مبروك في وضع صحي جيد وتشكيلة السيابين لمباراة غدوة ضد الرجاء البيضاء والمغرب في إطار مسابقة الاتحاد العربي جاهزة مع وطن الخاص. مراد الليجي عنده بقية التفاصيل مباشرة من الدار البيضاء. مراد عبدو كما قلت انت احمد الحران وحسام الحاج مبروك ونضيف في لهم نور حضريه الثلاثي هذا يعني في استعداد البدنيه نتاعهم جاهزين لمباراه الغدوه متى راى المدرب يعني صلاحيه في استعمال الثلاثي هذا. تشكيله الفريق اللي يبدا بعد اقل من ساعه اخر حصه تدريبيه ليه باش تكون على النحو التالي: فاروق بن مصطفى، حمزه المسلوطي، حسام الحاج مبروك، محمد الخزاري، فخر الدين جزيري، محمد السلامه واحمد الحران ويوسف وزديري في وسط الميدان قدام شقاء الحربوي وزيايا. يا عبدو شكرا. مراد دلجي شكرا. مقابلة تونس سويسرا الودية يوم 14 نوفمبر ستلعب بداية من 7 متاع الليل في أولمبي سوسا. الدكتور فيصل الخشناوي طبيب المنتخب باش يتحول الى نادي ايفيون للاطلاع على الحاله الصحيه للمهاجم صابر الخليفة اللي تعرض لاصابه وباش يرتاح شهر ونص. النادي الافريقي تعادل اليوم العشيه في مباراه وديه مع النجم المتلوي 1-1 في سوسا تلعبت المباراه. النجم الخلادي وقرار خطير، تم إيقاف نشاط كل الأصناف إلى أجل غير مسمى بسبب انعدام الموارد المالية وغياب الدعم المالي. نعطيكم مثال، ملعبي عندهم 3 شهور ما خلصوش. قوافل القفصة تعادل مع أولمبيك الكاف 0-0 والمدرب باتريك لوفيك تبع المباراة والاتفاق حاصل بصفة رسمية مع إدارة النادي. غدوة القوافل يلعب مباراة ودية ضد منزل بورقيبة.